بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والنهاردة حلقة من نار. عندنا أحداث كتير جدا جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، وطول الوقت وإحنا بنناقش قضايا وإحنا بنتكلم في مواضيع كتير جدا، بنحط جماهير النادي الأهلي في الاعتبار، بنحط أعضاء جمعيته العمومية، بنشارككم الآراء معانا. إحنا الإعلام اللي نعرفه المحايد من وجهة نظرنا، اللي فيه بعض الامور في ناس بتشوف بعين واحده، واحنا ده بيبقى بالنسبه لنا كاهلاويه غير مقبول بالمره. هتكلم في حاجات كتير جدا جدا النهارده، ولكن اكيد زي كل حلقه بنطمن على الفريق. عندنا فقره الصندوق الاسود، رصدين حاجات مهمه جدا لكل الاهلاويه والاعضاء الجمعيه العموميه، رصدين كلام لم يحدث بالمره. خلينا نشوف بعد شويه مع الصندوق الاسود. لكن حلقة النهاردة بتستدعي أمور جدا، اللي هتجيله صغطة شوية يجيب جنبه أزازة مية، واللي عايز يستمتع ويشوف الحقيقة اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها يجيب كاجو، يجيب فستق، يجيب حاجة ساقعة ويقعد يستمتع بالحقيقة، لأن الحقيقة بتزعل والحقيقة بتخلي البعض يغضب. لكن طول الوقت لازم نتكلم. قبل ما اتكلم في اي حاجه وقبل ما ادخل في الحلقه، مهم جدا في البدايه، انا عارف الحلقه النهارده في ناس كتير منتظرينها، لكن احنا بالنسبه لنا بنشتغل بما يرضي الله، بنقول اي حاجه، ما عندناش حاجه نقف عندها، ولكن المهم في البدايه زي مره تانية، انا عمري ما بشخصن حاجه تخصني غير مقبول بالمره، لان قناه النادي الاهلي دي ملك الملايين من الاهلاويه. ولكن هقف عند نقطة بس واحدة في البداية. مذيع الطيب الغلبان اللي قدام حضراتكم لما يتكلم على عودة جماهير أكتر من سنة واتنين وتلاتة، كويس محترم. لما يتكلم ويدافع عن زمايله المحترمين أبو تريكة وغيره وغيره، ده واجب عليا، محترم كويس، الله ينور عليك، بنشوف الكلام ده مع الناس. لما بتتكلم عن العدالة اللي موجودة، ما ينفعش حد ياخد كل حاجة، نتكلم عن أخطاء، برافو عليك زي الفل والدنيا تمام. لما نتكلم على محبوسين من النادي الاهلي، وانا قلت مره تانية ناقص واحد عبد الله صلاح ان شاء الله، بيبقى في محاولات ان شاء الله ويخرج ويكمل لبقيه زمايله، الله ينور عليك كويس ومحترم. لكن لما بنقرب لمنطقه تانية وبنقول كلمه الحق فيها، بنبقى وحشين. ايه ده؟ ما ينفعش، عيب عليك يا جماعه، ده القناه وواجهتها يا مجلس الاداره ومش عارف ايه. أنا ما بيمشيش معايا الكلام ده للأمانة، من البداية قلت لكم الكلام ده، واللي بيخلينا طول الوقت أقوياء، إحنا بندردش مع بعض. الأهلوية دي بالملايين في كل مكان، حوارنا مش خناقة بالمناسبة، مش انتخابات بمناسبة تانية، مش صراع مين يكسب ومين ما يكسبش، ما قلناش كده. قلنا في البرنامج هنا كل اللي نزل الانتخابات مستقلين قوائم كلهم محترمين اولاد النادي الاهلي، ده كلامنا هنا. يقول لك ايه الحق، بيشتم مش عارف ايه، ما تاكلوش الناس الاوانطه، انا بتكلم بلغه رجل الشارع، اللي مش عاجبه ده اسلوبنا. ف مره ثانيه وثالثه ومليون، ما تواجهونا كده وفي امور غريبه وعجيبه بالنسبه لنا، يعني الامور في ناس مش واضحه. فقبل ما اروح اطمن على الفريق، خلوني ايه اتكلم في نقطتين انا مجهزهم وندردش مع جماهير الاهلي العظيمه قبل اي حاجه، بعيد عن مواضيعنا النهارده. خلي بالكم انا راجل ديمقراطي فهستجيب لفريق العمل، قالوا لي نطمن على الفريق الاول، حاضر نطمن على فريق النادي الاهلي الاول وهو الاهم وبالنسبة لكل الأهلاوية. خلونا نروح لزميلي الناقد الرياضي الأستاذ محمد عراقي باليوم السابع. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا بيك يا كابتن شادي، وأهلا بكل مشاهدين قناة الأهلي. أكيد أنا عارف زي كالعادة، يعني بنثق في كلام حضرتك، بتبقى متواجد في التدريبات، بتشوف كل حاجة أمام التفاصيل كلها بتبقى أمام حضرتك أستاذ محمد. طمني على الفريق، الحالة المعنوية للفريق، ايه اللي موجود النهارده في التدريب؟ واحنا عارفين اللي كان فيه تدريب مسائي. طبعا النهارده كان فيه تمرين مسائي، النهارده تعادل الماتش بالبنادر السويس في كاس مصر، ماتش الجمعه ان شاء الله. طبعا زي ما احنا عارفين اللعيبه الدوليين كانوا غايبين، النهارده انضموا خلاص لمنتخب مصر، خلاص لمعسكر منتخب مصر، تعادل الماتش غانا.
النهارده كان في تصعيد لحارس مرمى بالشباب، التعويض طبعا كابتن شفيق رامي انضمامه للمنتخب. خلاص كابتن احمد ايوب اتكلم بقى مع اللعيبه على فكره خلاص غلق صفحه افريقيا والتركيز بقى في بطوله الدوري وبطوله الكاس. هو اتكلم النهارده قال ان يعني غياب الدوليين مش هياثر على فريقه في ماتش الكاس ان شاء الله، وان هو عنده البدائل الجاهزه والبدائل اللي تقدر تعوض اللعيبه اللي غايبه عن المباراه. النهارده كان في محاضره طويله تم الكلام فيها عن فكره بقى خلاص ان احنا لازم نركز في بطوله الدوري ولازم نركز في بطوله الكاس، وعدم يعني الاهتمام بماتش تليفونات بني سويف وعدم الاستهانه بالخصم، وان احنا يعني نلعب كلاعب الاهلي العادي، اللاعب اللي هو الاهتمام بالمنافس وعدم الايه اللي هو فكره ان احنا خلاص بقى المنافس ممكن يبقى فريق من الدرجه الثانيه او كده. لا، كان في اهتمام كبير ان احنا لازم نهتم بالمباراه ويبقى في تركيز فيها بشكل كبير. النهارده برضو يعني في بقى تجربه لاكثر من لاعب، ايمن اشرف يعني في تجربه ليه في مركز قلب الدفاع اللي فيه استعانه بيه، طبعا في نقص شويه في مركز قلب الدفاع، فكان في استعانه بيه النهارده ان هو يلعب، ممكن يلعب مركز قلب الدفاع في ماتش تليفونات بني سويف. النهارده كان محمد نجيب غاب عن التمرين برضو بسبب بعض الظروف الخاصه ليه، اعتذر وخد اذن وغاب النهارده عن التمرين. كان في برضو اهتمام بالكرات العرضيه، وكان في اهتمام بالتسديدات، كان في اهتمام بالكرات الثابته، يعني كان في اهتمام باكثر من حاجه النهارده على المستوى الفني وعلى مستوى اللعب. كان في برضه محاضره بالفيديو برضه يعني حاولوا يجيبوا لقطات لفريق تليفونات بني سويف ان هم برضه يستكشفوها كده بشكل، طبعا بيبقى صعب شويه فكره اللقطات للفرق الدرجه الثانيه، بس يعني قدروا يجهزوا جزء من اللقطات ليهم وتم الحديث في الموضوع دوت بشكل كبير. يعني دي معظم الحاجات النهارده اللي حصلت في التمرين النهارده. استاذ محمد طول الوقت بنشكرك وبنحييك، في ناس ممكن تقول معلومات وهي ما بتبقاش موجوده في التدريبات، انت للامانه حتى على المستوى الشخصي لما بروح التدريب بلاقيك موجود بتتابع كل حاجه عشان المصداقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات، الناقد الرياضي الاستاذ محمد عراقي باليوم السابع. اكيد زعلانين لغايه النهارده، ما اقدرش اقول غير كده لان نتكلم بصوتكم، زعلانين على فكره اللي حصل في مباريات افريقيا، لان احنا لما نتكلم بشكل عام كنا نتمنى البطوله الافريقيه، عملنا اللي علينا، في لعيبه كانوا رجاله بمعنى الكلمه، جهاز فني اشتغل، وهي دي الحقيقه. واكيد في حاله من الاهلاويه احباط شويه، لكن لازم نقوم من تاني ونفوق وبنقفل الصفحه وعندنا كاس، وبعد الكاس يبقى في دوري ونروح افريقيا تاني ونعدل من اخطائنا، وده الاهم، اللي عايز يوصل للتارجت والهدف بتاعه ويبقى حاطط الحلم، كل لاعب قدامه يحط صوره كاس افريقيا قدام عينيه، لان هو ده طريق النجاح اللي احنا اتعلمناه. لكن في ناس ما بتحسش بالجماهير،